انتبه جيدا لطريقك يا غبي. آسف كسلان، أنا لم انتبه. كنت تحطم آلة قطف الثمار الجديدة. ولكن يا شاطر، كسلان كان نائما و نائم؟ من يستطيع النوم بوجودك؟ ولكن أنا مرحبا أقول، عندي مفاجأة لك. لأنا يا مازح؟ إنها مفاجأة. مرحبا مفكر. بابا سنفور لن يرضى عن هذا يا مازح. أنا مساعد بابا سنفور، وبابا سنفور يقول هذا ليس مضحكا، وسوف أخبر بابا سنفور. ماذا تفعل يا غبي؟ في الواقع أنا لا يهم، عندي عمل مهم مع بابا سنفور. ولكن لا مفكر، أنا لم أقصد ذلك. أنا أكره السنافر الأغبياء. ولكن بصدق غضبان، أنا لم لا يهم، لم يعد أحد من السنافر يحبني. أضف نصف صنفرة من التراب الأحمر وثلاث صنفرات من أوراق الفشاغ وهذا كل شيء. لنرى الآن إن كانت المعادلة ستصنفر. واو، نجحت. لقد صنفرت أخيرا النمو الفوري وصار عندي قوة الأزهار. عجبا، بالتأكيد لو كنت ذكيا سيحبني السنافر كلهم. نعم وجدتها، سأكون مثل بابا سنفور. لنرى، بابا سنفور استعمل التراب الأحمر وأسيدا سنفوريا، بعد ذلك أسخنه. عجبا، هناك خلل في مكان ما. طبعا بابا سنفور يعمل بالمكونات منذ سنوات، ربما تلزمني خبرة. يوهو، بابا سنفور أين أنت؟ هذا أنت يا بابا سنفور؟ ما الأمر يا غبي؟ أود أن أكون مساعدك بابا سنفور، عندي بالفعل موهبة السنفر العجيبة. أنا آسف يا غبي، مفكر هو مساعدي وهو أكثر من كاف. حسنا بابا سنفور، لكنني أريد أن أمارس القوى السنفورية. نعم، بابا سنفور ما زال في الغابة، إنه الوقت المناسب لأنظر في كتابه العجيب. لا، سأدخل بطريقة أخرى. بابا سنفور ليس في المنزل، ها أنا. علي أن أجد كتاب الوصفات العجيبة. يا غبي. مرحبا بابا سنفور، مرحبا. ما الذي تسنفره هنا؟ في الواقع أنا جئت كي أنظف المختبر بابا سنفور. هذه فكرة جيدة حقا يا غبي. أكره المهرولين. تعال هلهول لنحضر الماء من البركة، لابد من أن الزبد صار كثيفا. لن أستطيع حمل هذا الكتاب إلى القرية. تعال هلهول. شرشبيل. مهلا هلهول، أشم رائحة السعادة، سعادة صغيرة زرقاء، أشم رائحة السنافر. صفحة واحدة أفضل من لا شيء. ماذا يفعل كتاب العجائب هنا؟ عرفت أنها رائحة سنفور نتن متمرد. هلهول، أحدهم مزق صفحة منه. لكن حين يجرب هذه الوصفة تنتظره مفاجأة كبرى. حسنا، القليل من إبر عقاص، سنفورة ليمون سريعة وبيضة عمرها 6 أسابيع. أخلط جيدا وسنفر فوق نار خفيفة. ترى لما لم يحصل شيء بعد؟ إنه وحش، سنفروا بحياتكم. لنرحل
القلب من هنا. ساعدوني ساعدوني بابا سنفور، بابا سنفور. غبي، ماذا حصل؟ سنفرت خلطة من كتاب العجائب هذا، وهذا ما حصل. أي كتاب عجائب؟ حسناً، كتاب شرشبيل. شرشبيل؟ قلت لك ألا تذهب إلى هناك. تعال معي سأرى ما يمكنني فعله. ولكن أليس عندك شيء يخفي الحراشف يا بابا سنفور؟ جرب هذا. علي أن أسنفر شيئاً آخر. لا فائدة يا غبي، لا تنفع أي تركيبة عجيبة عندي. أتعني أنني سأبقى هكذا طوال حياتي السنفورية؟ لا لا لا، سأجد الترياق المناسب. عد إلى البيت، أنا سأتصل بك. هل يمكنني اللعب؟ هيا. أنا أكره الوحوش، أنا أكره الوحوش. لا أحد يريد أن يلعب معي. لن أنتظر بابا سنفور ليعيدني إلى طبيعتي، سأفعل ذلك بنفسي. يجب أن أخبر غبي بأني لم أقدر على إيجاد الدواء. عزيزي بابا سنفور، لم يكن أحد يحبني، والآن حين صرت أخضر مكسوا بالحراشف سأل الأمر أكثر. ذهبت إلى شرشبيل لأجد العلاج. أنا أحبك غبي. بسرعة بسرعة، يجب أن ننقذ غبي. هو السارق الصغير وقع في المصيدة. يا للبشاعة. الهول، ابتعد ابتعد ابتعد، هذا السنفور ليس لك بل لي أنا. اترك هذا السنفور يا شرشبيل، وإلا فستندم. السنافر، هذه المرة جاءوا جميعا، سأنال منكم. بعض نشاء العلكة، بعض الغراء، بعض الجص من باريس. سنفرها يا غضبان. سأنال منكم، سأنال منكم جميعا. الآن. إصابة سنفورية. أيها السنافر، لا يمكنكم، يعني لا يمكنني أن أتحرك. نجحنا. لقد خدعنا شرشبيل تماما. أكره شرشبيل. هاي، عجبا، شكرا يا سنافر. لنجد الآن الوصفة لإعادة غبي إلى طبيعته. ها هي. كل المكونات موجودة ما عدا 3 شعرات من ذيل هر. يا سنافر، أريد متطوعين ليسنفروا لي 3 شعرات من ذيل هر، ذيل هلهول. متطوعون؟ أتعني منا نحن؟ حسنا. مهلا، بسببي يحصل هذا كله، لذا أنا سأذهب. مهلا يا غبي، كلنا سنسنفر لك يد المساعدة، صحيح؟ أجل أجل. حقا؟ طبعا، وما فائدة الأصدقاء؟ كونوا حذرين، الباقون سيبدأون بإعداد الطبخة. إنها الهول في مكان ما هنا، هناك طريقة واحدة لنجده. هيا. يهو، هلهول. هنا يا هر، هنا. لنأخذ الآن شعرات الهر الثلاث. ها هي شعرات الهر بابا سنفور. أحسنت غبي. يجب أن نسرع بابا سنفور، بدأ شرشبيل يتحرك. يجب أن أكسر هذا الغراء. أصبح جاهزا، سوف أسنفره. هيا بسرعة بسرعة لنهرب. أرفض أن أعلق هكذا. سوف أقضي عليهم جميعا. يا ترى إلى أين ذهبوا؟ لقد أمسكت بكم. هلول. هذا ليس عدلا، أنا كبير وقوي وهم صغار ضعفاء، ولا أتغلب عليهم أبدا أبدا.